يا صباح الخير لكم مشاهدينا عن جديد. يعني بفقرتنا القادمة حنحكي موضوع بهم كل أب وكل أم أكيد، فأكيد نحن كأهل وكل أهل عم بيتابعونا حاليا بنرغب بتنشئة أطفال متعاونين متفاهمين ومتفهمين ومتسامحين، ولكن للأسف ممكن بعض السلوكيات التربوية توقف عائق بوجه تحقيق هذا الموضوع، ويمكن بكثير من الأوقات يا نور من كثر الدلال لأولادنا بدل ما نحن نخير سلوكياتهم نكون عم نزرع فيهم شيء سلبي. تماما 100% هذا الكلام صحيح يا هبة، وبعض هاي السلوكيات ممكن تخلي من أطفالنا أشخاص أنانيين، فشو هي الأخطاء التربوية وكيف ممكن نتفادى إنشاء طفل أناني، وإنما العكس إنه يكون شخص متعاون بحب التشاركية مع محيطه. كل هاي التفاصيل رح نتعرف عليها مع ضيفتنا الاختصاصية التربوية والأسرية وفاء حيمور. يسعد صباحك، اهلا وسهلا فيكي. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيكي. يعني عم نحكي عن موضوع عن جد بهم كثار من الاهالي اللي عم بيتابعونا، واليوم عن جد بعلم التربيه في شيء بخص الاطفال، سلوكيات عديده ممكن انه نحن تاثر علينا وتاثر على اطفالنا ونحن نتصرفها يمكن بطريقه واعيه او غير واعيه. شو هي مجموعه السلوكيات اللي ممكن عن جد تاثر على اطفالنا وناثر عليهم ويصيروا عنا اطفال عم ننشئ أطفال أنانيين؟ تمام، بداية خلينا نعرف شو هو مفهوم الأنانية. يعني نحن ليه بنقول هذا الشخص أناني أو هذا الشخص عنده طبع أناني؟ الشخص الأناني هو شخص بيحب أنه يتملك كل الأشياء بنفسه، بيحب أنه يعني يستحوذ على الأشياء الموجودة عند الآخرين، وهذا الأمر بيكون كتير يعني مجحف بحق الآخرين. أنه مثلا أنا لما أشوف مثلا معك شيء معين أو مثلا شيء مثلا خاص فيك، أنا أحب أنه أنا أخذه. بنفس الوقت الأنانية هي من المشاعر السلبية، يعني مو أنا مثلا أكون مبسوط لك وأنه أنت مثلا الكاب تبعك كتير حلو فأنا بدي يكون عندي واحد مثله، لا أنا بدي أحصل على الشيء الخاص فيك، فأنا بدي أخذ أشياء مو من حقي أنه أنا أحصل عليها. فالأطفال الأنانيين مجموعة السلوكيات الموجودة عند الأطفال الأنانيين هي نتيجة تربية الأهل الغلط. تمام. بداية من لما بيكون الطفل صغير، وخصوصاً إذا كان في إخوة أكبر بقلب البيت، فمثلاً ممكن يكون شيء خاص بالأخ مثلاً، بالأخ الأكبر، فنجي نحن أنه بدنا نعطي المدلل. تمام، فإنه معلش ماما عطيه لأخوك. لو هو شيء مو خاص فيه، لو اشياء مثلا خاصه بالمدرسه او بكتبه او بدفاتره، ما عليه ماما، هذا اخوك اصغر منك. مثلا ممكن تكون لعبه موجوده عند حدا من اولاد الجيران او الرفقات او الاقران، فانه ما عليه هذا صغير، معلش عطيه اياها. فهذا الامر كثير بيعزز مفهوم الانانيه عند الطفل، انه هو يحصل على اي شيء بده اياه باي وقت بده اياه. تماما. فكمان مثلا ممكن تكون اشياء خاصه مثلا مو بس بالاخرين، برفقاته بالمدرسه، بصير بتتعدى القصه لموضوع اكبر، انه هو مثلا راح على المدرسه شاف مستره مع رفيقه، شاف قلم مع رفيقه، فهو لانه متعود اي شيء بده اياه بيحصل عليه، فبصير ممكن يتعدى مفهوم الانانيه لمفهوم هو اغتصاب حق الاخرين. صحيح. تمام. طيب حكينا عن السلوكيات اللي بيقوم فيها الطفل بتظهر انه اناني، طيب رح نحكي عن السلوكيات اللي ممكن بيقوموا فيها الاهل. اليوم الدلال المفرط، يوم الاعطاء المفرط، اليوم المديح، هل كمان ممكن اخلق من طفلي شخصيه انانيه ولا لا؟ هدول القصص عادي اني انا اقدمها لابني ولطفلي. هلا بالنهايه كل الاهل بحبوا اولادهم. صحيح. وفي اهالي بيعرفوا يعبروا عن محبتهم لاولادهم، وفي اهالي ما بتعرف تعبر. في اهالي بالعطاء المفرط. تمام. في اهالي لانه هي ما أنا شاطره بالتعبير اللي هو الحضن، اللي هو مثلا القبولات، اللي هو الشيء مثلاً المعنوي غير المادي، الكلام انه انا مثلا ماما فخوره فيك، ماما انا مثلا كثير بحبك، انا اي هذا الانجاز اللي انت عملته حتى لو كان كثير بسيط انا عندي اياه كثير كبير. في اهل ما بتعرف تحكي مع اولادها، فبتقوم بعمليه الاعطاء المفرط او الدلال المفرط لحتى تغطي النقص اللي موجود عندها. في اهالي ما بتكون متواجده، في اهالي مثلا الاب بيضطر يسافر كثير برا البلد. صحيح. الام عامله او عندها حياتها الاجتماعيه، فبصيروا مشان يعوضوا الطفل النقص اللي موجود او الخلل الموجود بقلب الاسره بصيروا بيعطوه عطاء مفرط. طيب انا هون بخلق زائد. منه طفل اناني؟ طبعا اكيد، اي شيء بده اياه بيقدر انه هو يحصل عليه بالوقت اللي هو بده اياه، واشياء اوقات عم بتكون
اكبر من طاقه الاهل. يعني لسه مثلا لما بيكون بمقدور الاهل انه هن يلبوا احتياجات الطفل، هذا الامر كثير جميل. بتعرفي بتصير يعني بتصير معنا اوقات كثير، ما بعرف اذا ساره معك نور، انه لا يمكن هون تقدري كماما بعدين هون انه لا، يعني بصير انا قصص مالك قدره عليها يمكن ماديا، او حتى بتنتزع علاقتك مع جيرانك مع اخواتك. طيب في اشخاص كثير في عندهم هذا المدح الزايد لاولادهم بالاضافه للعطاء المادي، المدح المفرط، يعني دائما نحن ما عنا ممنوع للولد شو ما عمل، فبرافو ماما يعطيك العافيه ماما، ما بنعرف نقول له لا وبنمدحه بكل تفاصيله، كمان هذا الشيء ممكن يؤدي لطفل اناني. هلا هون نحن في عنا مثل ما بيقول خط فاصل بين انه نحن عم نعزز شخصية الطفل وبين انا عم بمدحه وعم طلع النقاط الايجابيه او نقاط القوه الموجوده عنده، فانا عم بخلق منه شخص قوي الشخصيه. تمام، قوي الشخصيه، شخص ما شاء الله يعني قادر بالمجتمع اجتماعي، مثلا ما عنده ماله منطوي او ماله عنده انزواء لحاله، بينما يكون شخص عم بحكي بصفات ما انا موجوده فيه. صحيح. فانا عم بالغ بالدلال خصوصا امام الاشخاص، عم بالغ بالمديح خصوصا امام الاخرين، فهذا الولد مثل نحن بنسميه بالعاميه بيكبر راسه. صحيح. يعني بصير هو بيعتقد بقرارة نفسه انه هو انسان كثير كثير عظيم ما عنده اخطاء، فما بيعود بيتقبل النقد من الاخرين، وهذا اللي هو بيكون اول خطوه بمساهمه وتكوين وتعزيز الشخصيه النرجسيه عند الانسان. يعني الشخص النرجسي اللي نحن بنعرفهم على الكبر واجتمعنا فيهم هن مو وليد لحظه، هي هو حصيله تراكمات من التربيه، حصيله نتاج كثير كبير من التربيه واخطاء التربيه يلي كانت موجوده عند الاهل. تماما. طيب رح نحكي عن المنافسه، هل المنافسه بين الاخوه بتخلق كمان منهم اشخاص او اطفال انانيين؟ احد الاشخاص او احد الاطفال اللي في مقارنات بينه وبين اخوه ممكن تعمل لي شيء من الانانيه، ولا لا هي ممكن تكون تحفيزيه لحتى الطفل الثاني او الاخ الثاني هو يتحفز لحتى يتطور او يعطي او يتقدم مثل اخوه، صحيح؟ دائما نحن بنقول انه المبالغه بالاشياء بتفسد جماليتها، فنحن مثلا المنافسه لفترات معينه ممكن تكون حلوه وتخلق همه هيك بيناتهم انه منافسه شريفه على الدراسه اكثر، ممكن نحن ما تخلق كره وحقد. تمام، نعمل مثلا مثل لوحه التعزيز بالبيت باسماء الاطفال وكل حدا مين مثلا بيفوز. اي تمام، كل حدا مثلا عم يعمل شيء تصرف ايجابي صحيح. فهو بيرتفع بوينت مثلا لقدامه وبيكون في حصيله بنهايه الاسبوع، فهيك نوع من المنافسات هو منافسه لذيذه بتخلق روح حلوه بين افراد الاسره. بينما المنافسه اللي بتكون طول الوقت بس بالكلام، اخوك عمل اخوك ساوى، لا تقارن، مقارنه، لا تقارنوا يا جماعه، مقارنه هي يعني سبحان الله المقارنه غير عادله اصلا بتكون بطبيعه الانسان، لانه احنا ما في اخين، حتى الاخين اللي بيجوا توينز ما بيكونوا مثل بعض بنفس مثل بعض الخصائص. طيب. فبتكون كثير صعبه المقارنه. تماما، من اسوء القصص يلي عن جد ممكن تاثر على اطفالنا كاهالي هو موضوع المقارنه. طيب اذا بدنا نحكي هلا ونحن على ارض الواقع، انا بسبب سلوكيات خاطئه انا عملتها قد هذا الموضوع يمكن لتنشئه طفل اناني، تنشئه طفل ما بيحب غير حاله، ممكن ياثر على علاقته مع جيران مع قرايبينه مع رفقاته بالمدرسه، كأم او كأب كيف بقدر اتعامل مع الموضوع؟ هل القطار فاتني وخلص صار عندي هذا الطفل اناني، ولا لا انا بقدر لسه سيطر على الموضوع وعالج؟ هلا طول ما نحن تحت سن ال 18 في عنا قصة تعديل السلوك، بنقدر ان نحن نعدل السلوك. اي سلوك خاطئ بيكون بالانسان بتعدل تمام. ولكن بعد عمر ال 18 بده يكون هو عنده الرغبة انه يعدل. لان نحن كثير فينا اشياء كنا مثلا كانت موجودة عنا اخطاء تربوية مثلا كانوا قائمين فيها الاهل، او مثلا اخطاء مجتمعية كانت موجودة بشخصياتنا، بس يوصل الانسان لفترة من النضج ومن الوعي لحاله بصير بيتخلص من السلوكيات السلبية الموجودة طبعا. عنده وبيتقمص السلوكيات الإيجابية. بعمر صغير كأهالي كيف بنقدر نتدخل بطريقة صحيحة؟ بعمر صغير ممكن انه نحن نلجأ لأخصائيين تعديل السلوك، لدورات نبحث كثير نقرأ كثير، واهم شيء نبلش نحجم الوضع، نحجم الطفل، يعني نبلش نحن نعطيه الاشياء اللي على قد عمره والصلاحيات اللي على قد عمره، رح نتعذب بالبدايه ورح نتقابل بالرفض من قبل الطفل، لانه اكيد طبعا اكيد
ممكن مثلا تصير في عندنا نوبات من الغضب، نوبات من الهلع، نوبات من الـ من الـ يعني البكاء المستمر. البكاء المستمر. فهون الاهل مثل ما قلت لك افضل شيء انهم يرجعوا لاخصائيين تعديل السلوك للاستشاريين النفسيين ويتعاملوا بالطريقه المناسبه لشخصيه كل طفل. تماما، هاي النقطة كثير مهمة. يعني أنا اليوم بس عرفت طفلي كيف لازم أعرف أتوجه لحتى ألاقي الحلول المناسبة اللي ممكن تساعدني بإني أعدل سلوك ابني. طيب رح نحكي عن الأخطاء الشائعة اللي ممكن يوقعوا فيها الأهل يلي هن ما بيقدروا فيها. في كثير من الأشخاص بتقلي لا، أو حتى أنتم يعني معلمين أو اختصاصيين تربية، إنه اليوم طفلك أناني، في عنده نوع من الأنانية، خلينا نحاول نساعده. لا لا، أنا ابني ما في شيء، أنا ابني تمام، المشكلة عنكم مو عندي أبدا. هذا النمط من الأهالي هو موجود دائما دائما دائما. اليوم شو الأخطاء الشائعة اللي بيقعوا فيها الأهل لحتى ما يحددوا ويمشوا بالمسار والسلوك الصحيح؟ أول خطوة نور إنه هن بدهم يكون في عندهم تقبل لشخصية الطفل. يعني هن شايفين، ما في أهل ما بيشوفوا طفلهم، خصوصا لما يكون في عندي مشكلات متراكمة. ما يعني تعتبر إهانة؟ تمام، هي ما أنا إهانة شخصية، أو ما هي بيعتقدوا الأهل إنه لما نحن بنقوم بتوجيه أي ملاحظة على الطفل إنه هي ملاحظة شخصية لإلهم، إهانة شخصية، وإنه هن اللي وصلوا ابنهم لهذا المطرح. أنا ما عم حط اللوم عليكم، ممكن ما تكون بس أخطاء قائمة بس من الأسرة الصغيرة، ممكن تكون من الأسرة الممتدة، أوقات ممكن الجدة والجد والأعمام والأخوال هن اللي بيساهموا بتكوين شخصية الطفل بهي الطريقة أكثر من الأم والأب. ما بيكونوا هن عندهم الكنترول الزايد على شخصية الطفل. صحيح. فبدأ يكون أنت بدك تعرفي أنه أنا اليوم لما عم بيجي أحكي معك أنا عم بحكي لمصلحة الطفل. صحيح. مو لشيء شخصي بيني وبينك. فبدك تمدي يد يعني مساعدة لإلي، بده يكون في عندك تقبل، ما يكون عندك نكران، بدك تساعديني بالبيت لأنه إيد واحدة لحالها ما بتسفق. فأنا دائما بدي أعطيك الخطة اللي بدك تمشي عليها، وأنت بدك تحاكيني بشكل مستمر، بده يكون في تواصل بيني وبينك لحتى أعرف شو الأشياء اللي عم بتصير معك لحتى أوجه. صح، تمام. لا أقدر أنا أوجه بالمكان الآخر اللي هو المدرسة أو المعهد أو المركز. هي أول نقطة. النقطة الثانية اللي ممكن أنه تكون كمان من الأخطاء اللي ممكن يقعوا فيها الأهل، أنه هن يقارنوا، بيصيروا يعني بنفسهم بيقارنوا طفلهم مع أطفال الآخرين. فكمان أنه طب أنا ليه هيك ابني؟ ليه مو مثل ابن خالته؟ ليه مو مثل ابن عمته؟ فالمقارنة هي بتصير بتصغر الطفل بقلب الأهل وبعينهم، بتأثر سلبا على الأهل وبتأثر سلبا على الطفل. وقد عن جد اليوم المقارنة هي بتأثر على الطفل بشكل كتير كبير عن الأهل، يمكن بشكل أوسع، ممكن تأثر عليه وعلى طريقة تعامله، بصير كمان ينفر من هدول الأشخاص اللي عم بتقارنه. للأمانة موضوع كمان تنفر. صحيح 100%. موضوع جدا مهم وجدا حساس، خاصة لأنه عن جد بيعنى بالأطفال اللي هن المشروع الأساسي اللي بنشتغل عليه كأهالي. أكيد للحديث بقية، وتشرفنا فيكي وبوجودك. شكرا كثير لك ويسعد صباحك.